خرجنا 6 بيضات من الأصلة الشبكية أطول نوع بالعالم. طبعا هذول الستة هم لحالهم خربانات من الفكاسة من أصل 31. البيض كله تمام، وضعه ممتاز، شايفين وضعه تمام، بس هذول اللي طلعناهم عشان ما يخربوش باقي البيض، الا يخرب بيض طبعا اشي طبيعي، يعني اذا بيطلع من 30 بيضة 20 تمام. ايش يا معلم؟ السلام عليكم، مرحبا. طبعا اليوم بدنا نفحص البيض كمان مرة بعد ما كمنا البيض هذاك، رجعنا بعد 2 أسابيع. خلينا نشوف كيف وضعه. لا وضعه تمام، يمكن في بيضتين خربانات لكن وضعه منيح. في واحدة بيض خربانة تنتهي والباقي ممتاز. طبيعي يخرب بعض البيض. اعطيني كنينة مي. افتح حتى شو رايك في البيضة هاي؟ خليها ولا؟ خليها بس بعد. هديك هرقيها. خليها بس بعد. شو؟ ابعدها ولا اشيلها؟ امسك شوي ولا كيمها من مرة؟ شو؟ مش فاهم. بتاع وجب جزء كامية اثنين. لا يا زلمة، كديش ضايل له؟ كديش ضايل له؟ كيف نشوف؟ شهر؟ طوله. مرحبا. هيك عشان يضل في رطوبة. هات البطة سكية. هيك جاهز. قديش نزلت الحرارة هنا؟ نشوف نزلت. تعود تطلع كمان شوي. كديش؟ 26 19 نزلت. هي تطلع بتعود.